وللوقوف عند فتح ملف مجالس المحافظات والرفض الشعبي الكبير الذي يصاحب هذا القرار، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. دكتور هلال، مرحبا بكم. يعني من جديد إعادة طرح فكرة عودة العمل بالمجالس، مجالس المحافظات، وذلك يعني هذا الأمر جاء من قبل الأحزاب والكتل السياسية. دكتور، برأيكم لماذا تصمم الأحزاب والكتل السياسية العودة للعمل بمجالس المحافظات رغم الرفض الشعبي لها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ورمضان مبارك علينا وعليكم والعامة أحمد أجمعين. نسأل الله أن يمن بالعفو والعافية على أهلنا في العراق وعلى شعبنا، وأن نخلص من هذا الداء الذي بدأ ينخر في جسد العراق إلى الحد الذي لا يمكن أن يصدقه عاقل. أولا، هذا التسمية مجلس سرقة المجالس سرقة الأموال المحافظات، هذه التسمية التي اطلقها ثوار تشرين هي الحقيقة الدامغة التي يعرفها القاصي والدالي. أنا نعلم بأن هذه الأحزاب تسيطر على الوزارات وتسيطر على مجالس المحافظات بالمحاصرة تفضلتم بها وتفضل تقريركم بها وتفضل المواطنون العراقيون الذين بيّنوا ما هي مساوئ هذه المجالس. لكن القرار الآن هو من الذي يدير دفة هذه المجالس وكيف يتم تعيينها وانتخابها وما هو دورها وماذا قدمت. التجربة الفاشلة، تكرار التجربة الفاشلة مرتين، هذا انتحار. ولكن لأن الأمور سائبة بيد الأحزاب، ولأن الأحزاب تسيطر على البرلمان وتسيطر على القضاء وتسير كل مفاصل الدولة كما تشاء، أعتقد أنهم سيقومون بإعادة هذا المنبر الفساد الذي حقيقة أصبح ممقوتا من الجميع. لأنه إيقاف مجالس المحافظات كان خطوة باتجاه الصحيح لكي تعاد المحافظة إلى السلطة الإدارية الواحدة التي تستطيع أن تخطط، بالرغم من أن حتى المحافظين هم أيضا تابعين للأحزاب أو لحزب معين أو جهة معينة، ولكن لا يوجد هناك على الأقل تقاسم ما بين المشتركين في المحافظة ما بين الأحزاب. فالذين يريدون عودتهم والذين حرموا من قسم من المحافظات التي كانوا مسيطرين على رأس الأموال وعلى كل أموال هذه المحافظة بالابتزاز، وهذا معروف في الكلام. دكتور، في هذا المفصل، عفوا للمقاطعة، يعني المواطن في حيرة من أمره. يعني عندما يشتكي المواطن من يعني قلة تزويده بالطاقة الكهربائية أو بباقي الخدمات مثل الصرف الصحي والمياه، يعني يبقى في حيرة من أمره. المحافظ يرمي بكرته إلى مجالس المحافظات والعكس هو الصحيح. ولكن سؤالي المطروح هنا، هل موضوع إعادة مجالس المحافظات هو باب من أبواب الفساد دكتور؟ هو باب من أبواب الفساد، يعني هو إعادة هذا المصدر التمويل، السرقة، مصدر السرقة للأحزاب من أموال المحافظات بشكلها التي كانت معتاشة عليه خلال فترة طويلة. ونعرف بأنه هذه جزء من التغذية لأطرافها وأركانها في العاملين في هذه المحافظات. وإلا السؤال الذي يطرح بشكل بسيط، ماذا قدمت هذه المجالس للمحافظات والتجربة الفاشلة التي وتجربة السرقة هي ناجحة باتجاه واحد، ناتجة باتجاه سرقة المال العام وإيصاله إلى المرتشين وإلى الحزاب السلطة. أما المواطن 40% من الشعب العراقي بفضل هذه الأحزاب يعيش تحت مستوى خط الفقر، إذن ماذا قدمت هذه الخدمات التي قدمتها للمواطن العراقي؟ الأحزاب تقول أنه نريد أنه يكون القرار قرار مشترك وليس قرار المحافظ. لأنهم فقدوا عناصرهم المؤثرة داخل المحافظة، يعني المحافظة أكس، يعني ما أريد أن أقول أي محافظة، لكن هم كانوا يشتركون في مجالس المحافظات حسب المحاصصة الطائفية وحسب التقسيم الطائفي أو التقسيم الحزبي في المدينة أو المحافظة المعينة، يعني وبالتالي كل يأخذ حصته. الآن حرم جزء منهم
أصبح المحافظ يتبع لحزب واحد، وهذا ما لا يريده الأحزاب البقية، هذا هي الحقيقة. يعني ترى أن عودة مجالس المحافظات هو باب جديد للترضيات والمحاصصة إن صح التعبير دكتور؟ هذا هو الحق، لأنه هذا هو الأساس الذي يطالب به هذه الأحزاب بعودة مجالس المحافظات، لأنها كانت معتاشة عليها، لأن هذا الباب أغلق منذ 2019 وأغلق بفضل الضغط الشعبي، ما أغلق بقناعة الحكومة أو بقناعة الجهات الإدارية، وإنما أغلق بالفعل أنه المواطنين، الصوت العالي للمواطن العراقي من فساد هذه المجالس وضياع حقوق المواطن أغلق. لكن هل سيتم الإبقاء على هذا الإغلاق أم ستعيد الكرة الأحزاب من جديد لبث أصابع الفساد في المحافظات مرة أخرى، والمحافظات أصلا تعاني من قلة التمويل ومن الفساد المستشري بكل مفاصل الدولة، ولكن هذا المفصل هو المفصل الأكثر ضررا، لأنه يضيع الحق كما تفضلتم ما بين المحافظ وما بين مجلس المحافظة وما بين الأعضاء وما بين المبتزين، فبالتالي المسؤولية تكون ضبابية، لكن عندما يخطئ المحافظ يحاسب المحافظ، أما عندما يخطئ مجالس المحافظات لم نسمع بأن هناك محاسبة لمجلس محافظة تم محاسبته لسرقة أو لاختلاس أو لتقصير أو لأي شيء من القبيل، إذن ما هو الفائدة من عادته؟ دكتور بعجالة لو تفضلتم، إذا ما تحدثنا عن التوقيت دكتور، هل هناك ربط بين يعني إعادة مجالس المحافظات والانتخابات المقرر ستجرى في تشرين الأول أكتوبر المقبل؟ هل هناك ربط؟ نعم، هو تخطيط هذه الأحزاب للسيطرة على المراكز الانتخابية ولتلميع صورتها، لأنه كثير من أعضاء مجالس المحافظات يعينون هذه الأحزاب على الحصول على الأصوات وما إلى ذلك. نعم. فهي جزء من العملية الانتخابية، ولكن الهدف منها هدف مادي صرف لإعادة توسيع السرقات من جديد. من عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي، شكرا جزيلا لكم.